تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، وقد ساهمت الضربات القوية الموجهة ضد العناصر الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة الإجرامية في إحباط محاولات إغراق البلاد بتلك السموم القاتلة. فقد نجحت على مدار شهر في ضبط 6150 قضية مواد مخدرة، وبلغت كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال هذه الفترة قرابة 189 طن من مخدر البانجو، ونحو طن ونصف من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين تزن قرابة 196 كيلوغرام. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 330 كيلوغرام من بذور القنب المخدر، و245 كيلوغرام من بذور الخشخاش، وقرابة 65 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، ونجحت في ضبط نحو 28 كيلوغرام من مخدر الآيس، وقرابة 7 كيلوغرامات من مخدرات الفود والأفيون والكوكايين. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 57 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، ونحو 218 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 25 كيلوغرام من ذات العقار، وضبط قرابة 196 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية. ونجحت في إبادة أكثر من 528 فداناً منزرعة بنبات الخشخاش، ونحو 28 فدانا منزرعة بنبات القنب المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 970 مليون جنيه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 403 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. تلك النجاحات تؤكد على يقظة واحترافية أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لجرائم جلب وزراعة والإتجار في المواد المخدرة، ما يسهم في تجفيف منابعها وبما يحمي فئات المجتمع من آثارها المدمرة.